نروح بقى لدخولك النادي الاهلي. امير خلص وقعت، ما قابلتش حد من كبار المسؤولين في النادي الاهلي. انت بتقولي اول مره قابل الكابتن خطيب كان في معسكر بتاع النمسا، ما حصلش لقاء. لكنه الاول تقدمتك للنادي الاهلي، تقدمت للنادي الاهلي ليك، مين صاحب الفكره وعجبتها هي عملت رد فعل كويس قوي؟ احكي لي شويه. كان مين؟ مش فاكر يا كابتن قوي. مش حد تبعك؟ لا مش حد ده تبعي، النادي لا الاهلي. كان النادي الاهلي اللي يبقى كان المركز عامل الاعلامي في النادي الاهلي. استاذ تمام، جمال جمال جبر. جبر. كويس. طبعا استاذ جمال جبر كانت فكرته طبعا. بصراحه يعني التقديمه كانت عجباني جدا. حتى كان في حاجات قلت لهم يعني انا عايز اعملها وكده، وهم كانوا اتنين اصلا كابتن. كانت في تقديمه اولى وفي تقديمه تانيه، مظبوط. التانيه ما اتذاعتش. التانية ما لا اتذاعتش. لا هي الاولى بس. فعلا. هي الاولى بس اللي اتقدمت، وكانت لا، حلوه جابوا واحد بصراحه. زيك في الاستاد بالظبط. وما كنتش انت. لا مش انا والله. ما ينفعش اصلا في وسط الالاف دي، ما لا ينفعش. ما كنتش انا. لكن التقديمه دي ادتك حته ثقه في البدايه انك الاهلي بيقدمك بالشكل ده. اكيد طبعا يا كابتن. في الاول كان في شويه كده، شويه توتر كده، بس يعني انا فضلت اول اسبوع او اسبوعين ما كنتش مع الفرقه، عشان كنت مصاب. كنت مصاب، كنت بتعالج. بس مسافه ما شفت اللعيبه طبعا واتمرنت معاهم اول تمرينه، وانا حسيت ان انا بلعب معاهم من زمان والله. والله. ما فيش حد يعني اثر معايا في اي حاجه، من اصغر لعيب في الفرقه لاكبر لعيب في الفرقه. بصراحه الناس استقبلوني استقبال كويس جدا، اللعيبه كلها حسسوني ان انا معاهم من من خمس ست زمان. سنين. الحمد لله يعني ساعتها ربنا بقى كرمني ودخلت معاهم على طول صحيح. يعني.